بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه وله. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله مع حصص دعم التعلمات وتثبيت المكتسبات التي سبق لنا ودرسناها وتعلمناها خلال هذا الأسدس الثاني من هذه السنة، استعداداً لاجتياز امتحان أو امتحان الإجهادي، امتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي. إذن هذه التعلمات سنروم إن شاء الله وسنحاول إن شاء الله دعمها وتذكرها وإعادة ترتيب عناصرها من خلال دراسة نموذج مقترح لامتحان من خلال جملة من المهام وجملة من الأسئلة التي تحاكي أو تشابه التي أو تلك التي ستجدونها إن شاء الله في امتحان الجهوي. إذن قبل الشروع في دراسة هذا النموذج، لابد أن نذكر بجملة من الأمور حتى نتعاقد وتكون أيضا تذكيرا لكم وتأخذوها بعين الاعتبار أثناء إعدادكم واستعدادكم لهذا الامتحان وتعاملكم مع أسئلته أيضا فيما بعد إن شاء الله بتوفيق وسداد. إذن هذه التنبيهات التي ينبغي أن نستحضر. أولا، أننا سنخصص هذه الحصص، يعني ثلاث حصص بإذن الله تعالى، لدعم هذه التعلمات والمهارات معا، التعلمات والمهارات انطلاقا من جملة من المهام. عندما نقول مهام، يعني جملة من الأسئلة التي تعينك على حل إشكال الوضعية المرتبطة بحل إشكال وضعية مقترحة، تدريبا على التعامل مع الاختبارات منهجيا من ناحية المنهجية، وأيضا استحضارا لمهارات وتطبيقا لها، وأيضا دمجا للمعارف وتوظيفا لها. ثم الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعيره الاهتمام، أنه ليس مطلوب منك إجابة معينة، إجابة حرفية، ليس مطالبا بذلك، ولكن أن تطالب أن تعبر وأن تجيب إجابة صحيحة بأي تعبير، بشرط أن يكون التعبير سليما ودقيقا ووجيها. يعني أن أنت لا تطالب بإجابة معينة، يعني الإجابة التي تطلب منك هي إجابة صحيحة فقط، يعني لا تجيب بإجابة وضعتها أنا، ولكن إجابة صحيحة فقط. يعني لست مطالبا بإجابة حرفية، ولكن إجابة صحيحة بأسلوب وتعبير سليم ودقيق. إذن هذا الأمر الثاني، يعني الإجابة ينبغي أن تتضمن العناصر الأساسية للتعامل مع المهارة أو التعامل مع توظيف المعرفة التي تلقيت وتعلمت في خلال هذا الأسدس. ثم الإجابات الواردة في حصص الدعم هذه ليست نهائية، يعني هذه الإجابة التي سأقترح عليك ليست هي الإجابة الكاملة النهائية، بل يمكن أن تعدل، يمكن أن تضيف، يمكن أن تنقص، ثم أنت لست ملزما بكل العناصر التي سأذكر، ثم يعني بل تكتفي بما يحقق المراد ويعني يعطي انطباعا بأنك فهمت الدرس وأنك استوعبت تطبيقه وتنزيله. ثم الملحوظة الثانية هنا التي ينبغي أن ننبه لها، أو الثالثة هنا، أننا أكثرنا من الأسئلة، عددنا الأسئلة هنا في هذه الوضعية. لماذا؟ لأمرين اثنين: حتى نتمكن من جهة من استيعاب والإحاطة بكل أو بمعظم محاور الدروس التي درسنا خلال هذا الأسدس، وبذلك نكون قد دعمنا وتذكرنا معا هذه المعطيات، ثم محاولة أخرى لكي نطبق المهارات التي تدربنا عليها في الحصص الحضورية وفي غيرها، نتدرب عليها ونطبقها على وضعيات أخرى وبطرق محاكية، أن تشابه التي تطرح في الامتحان بمختلف التفاصيل والفروع. ثم الأسئلة والمهارات والمعارف، كما تعلمون في إطار المرجعي، الأسئلة والمهارات والمعارف يعني كل ليست مقصودة لذاتها، بل هي وظيفية، توظف بشكل تطبيقي وتستثمر. لماذا؟ لحل إشكال الوضعية، ويخضع ترتيبها في الغالب لتسلسل تدريجي مترابط، نبدأ من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى المركب، وكل ذلك في ترق وفي
تسلسل وصولا الى حل المشكل. إذن هذه اهم التوجيهات التي ينبغي ان نعيرها الاهتمام. إذن نطبق، نحاول تطبيق تعلماتنا ومهاراتنا على نموذج من نماذج نموذج امتحان. نبدا بوضعيه تقويميه يعني مقترحه. إذن استفسرت هذه الوضعيه، نص الوضعيه، نقرا الوضعيه اولا. استفسرت الام عليا، يعني ابنها الاكبر الذي هو معيل الاسره في الغالب، استفسرت يعني في غياب الاب طبعا، استفسرت الام عليا عن سبب نقصان كميه بعض المقتنيات التي احضرها. ذهب الى السوق واحضر يعني وامرته بان يحضر مقتنيات بكميه معينه ولكن احضرها ناقصه. إذن أحضرها من السوق، فأخبرها لما سألته أخبرها بأنه تذكر توجيهات سورة الحديد، إذا درستم وبذل الصحابة رضوان الله عليهم في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي غير ذلك، وبذل الصحابة فأنفق جزءا مما يملك من مال لتأمين بعض احتياجات جارتهم الأرملة. تذكر حاجة الأرملة فأنفق جزءا من ماله على توفير ما تحتاج. استغرب أخوه مراد قائلا: كيف تساعد غيرك في هذه الظروف يا أخي؟ نحن نحتاج، وإنك متهور وتعرض نفسك للخطر. هذا التهور لأنك أنفقت مما تملك وأنت لا تعرف العواقب ولا تعرف الحدود ما قد يعني يحدث غدا، وأنفقت ما تملكه على غيرك. إنك متهور وتعرض نفسك للخطر. قال علي: بل هو غاية التعقل والحكمة. يعني هذه المساعدة هي غاية التعقل والحكمة، فمساعدة الآخرين دليل يقظة الضمير وسمو الخلق، وسبيل لتأمين سلامة المجتمع، كما أنه سبيل لتحرير النفس من الصفات الذميمة وتدريبها على البذل والعطاء خدمة للنفس وللمجتمع. وقد قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طبعا مراد سيعارضه ولن يعني يلتفت لكلامه. عارضه مراد قائلا: نعم، قد يكون من الرحمة مساعدة الآخرين في ظروف الرخاء. أنا لا أخالفك أن الإنفاق في ظروف الرخاء مطلوب وهو من صفات الرحمة، ولكن أين تتجلى الحكمة يا أخي في تصرفك هذا في هذه الظروف العصيبة والذي يعرضك ومن تعول للخطر؟ يعرضك أنت يا علي ويعرضنا نحن معك للخطر والمهلكة. وكيف تؤمن سلامتك وتحرر نفسك وأن تعرضها للمشقة والحاجة للغير؟ لأن فقدان المال وعدم توفره يلجئك إلى غيرك، فتكون آنذاك تبعا له ولست حرا. وبإنفاق ما تملكه على غيرك في هذه الظروف، وقد حذرنا الله عز وجل من تعريض أنفسنا للمهالك، فقال عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن علي فهم من هذه الآية أن الله نعم طلب منا أو حثنا على الإنفاق، ولكن من غير أن نعرض أنفسنا للتهلكة. إذن علي هنا احتار، هل هو على صواب أم مراد هو من على هو الذي على صواب؟ لذلك عجز، لما عجز علي عن إقناع مراد اتفقا معا على عرض الأمر على أخيهما سعيد ليساعدهما على تجاوز هذا الخلاف وتبيين يعني حقيقته. إذن سعيد سيلتجئ إليك، أنت صديقه وزميله، سيلتجئ إليك وسيتصل بك بأي تطبيق وبأي وسيلة من وسائل التواصل الحديثة. وفي سعيه لمعالجة اختلاف أخويه اتصل بك سعيد لتعينه، موجها إليك الأسئلة الآتية. إذن أنت مطالب بأن تساعد سعيد على إيجاد حل لاختلاف أخويه. إذن أول طريق أو أول مسار أو أول خطوة لمساعدة سعيد هو أولا أن تبحث عن أنت وإياه عن المشكل الذي أدى إلى اختلاف الأخوين. إذن فالسؤال الأول هو: ما المشكلة التي أنتجت اختلاف أخوي؟ يعني سعيد يسألك: ما المشكلة التي أنتجت اختلاف أخوي؟ إذن أنت هنا مطالب بمهارة، وهي أن تحدد المشكلة.
ما هي هذه المشكلة؟ إذن قبل أن نحدد المشكلة نجيب عن السؤال، لابد أن نتحدث عن توجيهات مساعدة لإيجاد أو للوصول إلى المشكلة. إذن في بالنسبة للمشكلة، في تحديد المشكل، لابد أولاً، أول شيء لابد أن نميز بين مشكل الوضعية، ما هي المشكلة التي تطرح الوضعية أو التي تسعى الوضعية لمعالجته، وبين الفكرة العامة للوضعية. الآن تطالب بمشكل ليس بفكرة الوضعية ولا بموضوعها العام عما تتحدث، هذا ليس مطلوب هنا وليس مطلوب منك هنا، المطلوب أن تبحث عن المشكل. فالمشكل كما ترى هنا، المشكل هو السبب الذي أنتج تضارب المواقف. رأينا أن هناك موقفين، موقف يرى بأن الإنفاق زمن الشدة سبيل تحرير النفس وتأمينها وتأمين المجتمع، وآخر يرى أن الإنفاق زمن الشدة تعريض للنفس للحاجة وتهديد لأمنها. إذن تضارب المواقف أو السلوكات أو الاعتقادات أو التصورات، أعتقد شيئا وأقوم بشيء آخر، لماذا؟ هناك مشكل. ثم وقد يكون المشكل عبارة عن تضارب حقيقتين أو تصورين، كما رأينا تصور علي وتصور مراد، أو تصور وواقع، كما قلنا تصور شيئا وأمارس شيئا آخر أو في الواقع، أو تصور وممارسة، أو مبدأ وسلوك إلى غير ذلك. إذن هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن ننتبه له. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نستحضره هنا أن نتعرف على خطوات تحديد المشكل. ما هي الخطوات؟ إذن الخطوة الأولى هي قراءة النص الوضعية مرتين إلى ثلاث مرات أو أكثر حتى أتملكها، حتى أفهمها وتعرف ما فيها لاستيعابها وفهمها. ثانياً تحديد الشخصيات المهمة في الوضعية، هناك شخصيات مهمة وشخصيات ثانوية، الثانوية تهمني، يهمني الشخصيات المهمة في الوضعية، وتمييز آرائها من خلال أولاً أحدد مواقف الشخصيات الرئيسة. ما هي المواقف؟ هناك موقف أول أو رأي الأول، موقف ثاني أو رأي ثاني، وقد يكون ثالث ورابع، لا يهمنا تعداد هذه المواقف، ولكن يهمنا أن أحدد هذه المواقف. ثم أبحث أين وقع الاختلاف، ما موطن التعارض بين الموقفين، أين وقع الاختلاف. طبعا إذا عدنا إلى وضعيتنا، فمراد مراد وعلي لا يختلفان عن في أهمية الإنفاق، لا يختلفان في ذلك، ولكن أين وقع اختلافهما؟ وقع اختلافهما في الإنفاق زمن الشدة، هنا وقع الاختلاف فقط، الإنفاق زمن الشدة، هل هو مطلوب أم مرفوض؟ إذن هذا موطن التعارض هو الذي سيعينني على تحديد المشكل. إذن فأسأل لماذا وقع هذا الاختلاف؟ لماذا وقع هذا الاختلاف؟ فإجابتي عن هذا السؤال لماذا وقع الاختلاف هو الذي سيساعدني على تحديد مشكل الوضعية. إذن نعود إلى وضعيتنا لنحدد إشكالها. إذن قلنا اختلف مراد وعلي في يعني حقيقة أو أهمية الإنفاق زمن الشدة، فعلي يرى أن الإنفاق زمن الشدة سبيل لتحرير النفس وإلى أمن تأمين سلامتها وسمين سلامة المجتمع، بينما مراد يرى العكس. لنرى إذن فالمشكل هنا لماذا وقع التعارض هو ذلك التعارض الذي يظهر ظاهري بين فوائد الإنفاق زمن الشدة على النفس وعلى الغير. فنقول بأن مشكلة الوضعية إذن هي التعارض الظاهري، أو هل هناك فعلا تعارض بين الإنفاق زمن الشدة وبين تأمين النفس وتأمين مصالحها المادية والمعنوية. إذن التعارض الظاهري بين إنفاق زمن الشدة وإجراءات حماية النفس وتأمين مصالحها المادية والمعنوية أيضا. إذن هذا هنا وقع الإشكال، هذا هو موطن المشكل الذي وقع بين الذي سبب الاختلاف بين علي وبين مراد. إذن ننتقل إلى السؤال الثاني أو المهمة الثانية. يعني قال سعيد قبل البحث عن حل هذا المشكل، المشكل الذي ذكرنا سابقا، ذكرني أولا بأهم القواعد التجويدية الواردة في الآيتين اللتين استدل بهما أخوي. هنا قبل أن نجيب نشير أن السؤال لا يأتي في الغالب بهذه الصفة، بل يكون السؤال يعني حدد موطن مثلا الإخفاء في الآية
أو قاعدة إخفاء، مثل ما قاعدة الإخفاء من الآية وغير ذلك. السؤال يكون بسيطا، لا يكون بهذا التعقيد الذي طرحناه هنا، ولكن هنا لكي نحيط كما قلنا نحيط بأهم القواعد الواردة في هذه الآيات وفي هاتين الآيتين. إذن الآية الأولى يقول عز وجل: ومن يوقى، ومن يوقى، انتبه إلى قراءتي، ومن يوقى، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن في هذه الآية عندنا النون الساكنة، النون الساكنة وجاء بعدها ياء، والنون الساكنة إذا جاء بعدها ياء فإنها تدغم، يعني الياء من حروف إدغام النون الساكنة والتنوين. ثم قال الله عز وجل فأولئك، لائك، هناك مد، وسنتعرف على أنواع هذه المدود. ثم المفلحون أيضا مد طبيعي، هنا مد متصل وهنا مد طبيعي. ثم ننتقل إلى الآية الثانية، قول الله عز وجل وأنفقوا، وأنفقوا، النون الساكنة جاءت قبل الفاء، والفاء من حروف الإخفاء، فنخفي النون الساكنة هنا عند الفاء. ثم قول الله عز وجل في، هناك مد طبيعي، وسبيلي أيضا مد طبيعي، ولا تلقوا أيضا مد طبيعي، أيديكم مد طبيعي، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أيضا مد طبيعي. إذن الجواب طبعا قلنا القاعدة الأولى هي إدغام النون الساكنة في الياء في قول عز وجل ومن يوقى، وطبعا نذكر حروف الإدغام ستة، حروف إدغام النون الساكنة والتنوين ستة مجموعة في قول الله، في قولهم يرملون، يرملون الياء والراء والميم واللام والواو والنون، ومنها إدغام بغنة في أربعة وهي يؤمن، مثاله قول عز وجل من يشاء من يوقى من نجوى، من نجوى، ثم من مصيبة، تقريبا أغلب الحروف من مصيبة، لعب ولهو، لعب ولهو، هنا التنوين مع الواو، وإدغام بغير غنة في عند حرفين الراء واللام، ومثاله من رحمة، من رحمة، بينات ليخرجكم، بينات ليخرجكم، هنا إدغام بغير غنة. ثم القاعدة الثانية كما قلنا إخفاء النون الساكنة قبل الفاء في قول الله عز وجل وأنفقوا، تخفى النون الساكنة والتنوين إذا جاءت قبل 15 حرفا مجموعة في أوائل كلمات البيت الشعري الذي تعرفون، وهو صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. إذن ها هي بارزة هنا دائما الكلمة أو الحروف الأولى في كلمات هذا البيت الشعري. إذن القاعدة الثانية أو القاعدة الموالية هي بعض أحكام المد، بعض أحكام المد، المد فيه المد متصل والمنفصل وغير ذلك، والمد طبيعي أصلا الذي ذكرنا. إذن فسنتعرف على هذه الأنواع انطلاقا من الخطاطة الثانية. قلنا المد معناه إطالة زمن النطق، زمن الصوت النطق بالحرف، زمن النطق بالصوت أو زمن النطق، زمن الصوت عند النطق بالحرف، وينقسم إلى قسمين: طبيعي، طبيعي يعني أنه هذا هو يشكل جزءا من الكلمة، وطبيعي هو جزء من الكلمة لا يحتاج إلى سبب، تعرفون أسباب المد وهي الهمز والسكون، يعني هذا المد لا يحتاج إلى سبب، نعم، بأن لم يقع حرف المد الذي هي الواو والألف والياء قبل ولا بعد سبب المد الذي هو الهمز والسكون. مثلا مما، مما الألف هنا جزء من الكلمة، مما، مستخلفين، مستخلفين الياء هنا حرف مد وهو مد طبيعي، فيه أيضا الياء ياء الهاء، إذن فهي مد طبيعي. المفلحون الواو، واو في المفلحون، سبح لله ما أيضا هنا مد طبيعي، وبقدار كما قلنا حركتين، والياء في السماوات. ثم النوع الثاني وهو الفرعي أو السببي الذي يحتاج إلى سبب، يحتاج إلى سبب، الذي سبب المد قلنا الهمز والسكون، سبب لوجود سبب المد وجاء الحرف بعدهما أو قبلهما، إما أن يأتي الحرف قبل سبب المد أو أن يأتي بعده. لينقسم المد الفرعي إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول هو مد البدل، وبأن يأتي
الهمز أن يتقدم الهمز على حرف المد، أن يأتي الهمز قبل حرف المد في كلمة واحدة، ومقدار طبعا 4 حركات. مثلا قول الله عز وجل آمنوا آمنوا، انظروا هنا جاء الهمز قبل حرف المد الذي هو الألف، ثم آيات آيات، وقول الله عز وجل لرؤوف لرؤوف، جاء حرف الهمز قبل حرف المد. ثم النوع الثاني وهو المد المتصل، إذا كان حرف المد وسببه في كلمة واحدة، يعني جاء الهمز جاء حرف المد قبل الهمز وكان معا في كلمة واحدة، ذلك سمي متصلا، ومقداره 6 حركات، كما في قول الله عز وجل السماء السماء وراءكم، قيل ارجعوا وراءكم، جاء جاء، يعني دائما تنظرون حرف المد جاء قبل الهمز، قول الله عز وجل والشهداء والشهداء. إذن هذا النوع الثاني والمد المتصل، وجاء معا في نفس الكلمة، جاء معا في نفس الكلمة. النوع الثالث هو المد المنفصل، بأن جاء حرف المد وسببه في كلمتين، يعني منفصلين، كما منفصلان أي منفصلين، كما في إذا كان حرف المد في كلمة وسببه في كلمة ثانية، كما في وقدر طبعا أيضا 6 حركات، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يا أيها. إذن الألف جاءت في كلمة والهمزة في كلمة ثانية. اعلموا أنما اعلموا أنما، انظروا هنا الواو الذي هو حرف المد في كلمة والهمز الذي هو سبب المد في كلمة ثانية. مثال آخر الدنيا إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع، وهكذا في أنفسكم. إذن المهم هو أن تأتي أن يأتي حرف المد في كلمة وسببه في كلمة ثانية. إذن هذا بالنسبة لي أحكام المد وقاعدة من القواعد للنون الساكنة والتنوين، وسنتعرف على قاعدة ثانية أخرين في شريحة أخرى. إذن السؤال الثالث، تداول أخوي خلال نقاشهما المفردات الآتية، يعني أثناء النقاش دارت هذه الكلمات الإنفاق التعايش العقيدة الشريعة، فهلا ساعدتني سعيد يوجه لك السؤال، فهلا ساعدتني على تحديد هذه المعاني. إذن أولا لابد من توجيه الأول المطلوب هنا هو التعريف الاصطلاحي، التوجيه الثاني المطلوب هو التعريف المتضمن للعناصر، ليس تعريف معين، تعريف المتضمن للعناصر المميزة للمصطلح أو المفهوم، وليس بالضرورة صياغة معينة تعبر عن المفهوم بطريقتك حسب فهمك، يمكنك أن تعبر عن ذلك كما قلت بحسب فهمك، شرط أن يتضمن التعريف العناصر الأساسية المميزة للمفهوم. إذن الجواب عن هذا السؤال، الإنفاق طبعا هو البذل والعطاء أو صرف المال في الطاعات بشرط بلا من ولا رياء ولا أذى. المصطلح الثاني أو المفهوم الثاني المفردة الثانية التعايش، هو توافق أفراد المجتمع رغم اختلافاتهم المتعددة، أو العيش في وحدة رغم وجود الاختلاف، الاختلافات اللغوية والعرقية واللون والمستوى الاجتماعي وغير ذلك، نتعايش. ثم العقيدة، الإيمان الجازم بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر إلى غير ذلك مما تعرفتم. قلنا هذه المفردات لم نأتي بها هنا عبثا، وإنما سنوظفها في حل المشكلة. ثم الشريعة، هي طبعا كل الأحكام والتكاليف التي شرعها الله عز وجل لتنظيم حياة العباد. ثم السؤال الرابع، ذكر أخوي علي وذكر أخي علي بأن للإنفاق علاقة، العلاقات علاقة وطيدة بطهارة النفس والمجتمع، فما علاقته أي الإنفاق بأمن المجتمع وبتحرير النفس من الصفات الذميمة وبمقاصد الزكاة وتزكية النفس والتعايش؟ إذن أود استعداد هنا توجيهات معينة. إذن مثل هذه الأسئلة تقيس قدرتك على توظيف المفاهيم، نوظف هذه المفاهيم التي تعلمنا والمعارف والمهارات التي اكتسبت. ثم يجب أولا أن تحدد طبيعة العلاقة. قبل أن أجيب، ما هي طبيعة العلاقة؟ هي علاقة تكامل، علاقة انسجام، علاقة ترابط، علاقة سببية يعني أن السبب في الأخرى، علاقة شرطية لأن هذا لن يكون إلا إذا كان هذا المفهوم الآخر أو هذا
المعطى الآخر وهذه القضية الأخرى وهكذا. ثم بعد ذلك تبرهن على هذه الأمور. إذن هذه العلاقة، إذن نطبق هذه المعطيات فنقول مثلا علاقة الإنفاق في سبيل الله بأمن المجتمع، إذن هنا حددنا أول العلاقة تربطهما أو تربط الإنفاق في سبيل الله بأمن المجتمع علاقة ترابط وسببية، فهما مترابطان متلازمان، فالإنفاق في سبيل الله يحقق لنا أمن المجتمع وترابط، أي أنهما كلما كان الإنفاق في سبيل الله كلما كان أمن المجتمع، أو العكس إذا كان هناك أمن في المجتمع فإن ذلك سيشجع على الإنفاق في سبيل الله. إذن وبرهن على ذلك بمجموعة من العناصر، قد يكون عنصر عنصرين ثلاث عناصر، يعني مهم أن أقنع. إذن مما يبين هذه العلاقة أن تحقيق المحبة والتعاون المفضية إلى استقرار المجتمع وتجنيبه للانحرافات السلوكية المهددة لأمنه، يعني أن الإنفاق في سبيل الله يحقق لنا المحبة ويحقق لنا التعاون، وبالتالي هذا الأمر يفضي أي يؤدي إلى استقرار المجتمع، بحيث أن الإنفاق في سبيل الله يجنبنا السرقات، القتل، الخيانات، الابتزاز، الاستغلال وغير ذلك. ثم أن الإنفاق في سبيل الله يقضي على العداوات والأحقاد التي تؤدي إلى انتشار الجرائم المختلفة. ثم أن الإنفاق في سبيل الله يسهم في تمكين أغلب الناس من مطالب الحياة الضرورية، وبالتالي هذا الذي يدفعهم إلى أو يحقق لنا الأمن والاستقرار والسكينة. ثم الإسهام في بناء وتمويل المؤسسات المجتمعية الضرورية لأمن المجتمع في مختلف هذه الأمور. ثم السؤال الثاني، علاقة الإنفاق في سبيل الله بتحرير نفسي من الصفات الذميمة. طبعا هنا مرة أخرى حددنا العلاقة، أولا هي علاقة ارتباط تعبر عنها بطريقتك، دليل على ذلك أو الاستدلال على ذلك والتعبير عنه والبرهنة عليه أن الإنفاق في سبيل الله يعود النفس على العطاء والبذل والرحمة، فعند ترحم الفقير فتحارب نفسك من الصفات الذميمة من الكراهية ومن الكراهية ومن البغض ومن التكبر أيضا وغير ذلك. ثم أنك تخلص النفس من عبودية المال، كلما أنفقت المال في سبيل الله كلما طهرت نفسك من التعلق بالمال ومن استعباد المال لك. ثم تطهير النفس من أسباب الحقد والكراهية التي قد تنشأ عن حب المال والتعلق به. ثم تحرير النفس من الجشع والطمع وغير ذلك. ثم الآخر، علاقة الإنفاق في سبيل الله بمقاصد الزكاة هي علاقة انسجام وتكامل وترابط، فالزكاة لها نفس مقاصد الإنفاق، ثم الإنفاق جزء من الزكاة والزكاة جزء من الإنفاق الواجب. يحقق الإنفاق في سبيل الله نفس مقاصد الزكاة، الزكاة فرع من فروع الإنفاق في سبيل الله كما قلنا هي الإنفاق الواجب، صورة من صور الإنفاق. ثم الإنفاق في سبيل الله لو تطوعي يتمم ما لم تعالج الزكاة، فبعض الأحيان أموال الزكاة قد لا تفي بالحاجات فنحتاج إلى نفقات زائدة فننفق في سبيل الله. ثم الإنفاق يقوي القيم العطاء التي تؤهل لأداء الزكاة لأنه يغلب النفس على حب المال تدريب. ثم علاقة الإنفاق بتزكية النفس علاقة ترابط مطردة يعني متقابلة متبادلة، الإنفاق يؤدي إلى تزكية النفس وتزكية النفس تدفع إلى الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في سبيل الله يزكي النفس من كل الصفات القبيحة، الإنفاق في سبيل الله يساعد النفس على التغلب على الأمراض النفسية مثل الحقد والكراهية والكبر، الإنفاق في سبيل الله دليل على زكاة النفس وطهارتها إذ لا ينفق إلا من طورت نفسه. ثم علاقة الإنفاق بتحقيق التعايش، طبعا علاقة سببية، كلما أنفقنا وكلما تعايشنا يقوي الإنفاق أواصل المحبة والتعاون بين أفراد المجتمع. ثم يشجع الإنفاق على احترام الآخر وتقديره وتكريمه، يعود الإنفاق على صلة الآخرين والسؤال عنهم وإكرامهم ومراعاة شؤونهم، يشجع الإنفاق على التعارف بين الناس والتواصل بينهم وقبولهم، وهذه كلها شروط لتحقيق التعايش المطلوب. إذن السؤال الخامس، استدل أخي على أهمية الإنفاق بآية قرآنية، إذن نعود هنا المضمون، أول مضمون آية استدل بها علي ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هنا المضمون المطلوب منك هو أهم ما أشار إليه الآية، ما ضمنته الآية، وتشير إلى أهم في علاقتها بالدروس التي درست. إذن تبين الآية الكريمة يعني هنا اختيارات هذه متعددة ويمكن أن تضيف إليها، أهم تطهير النفس من الشح والبخل، أثر الابتعاد عن صفات الشح والبخل على الفرد والمجتمع، دعوة تطهير النفس من الشح، وقاية النفس من الشح علامة الفلاح، تطهير النفس طريق الفلاح إلى غير ذلك. ثم من طرق الاستفادة من القرآن لتزكية النفس الإكثار من تلاوته والمداومة عليها،
التجاوب مع القرآن لتقرير المعاني في النفس، الاستجابة لأوامره وتوجيهاته من الإنفاق والكف عن نواهيه وما حذر منه كالشح، ثم تدبر آياته وقصصه وأخباره، ثم استشعار أن الله يخاطبك وأنت تقرأ القرآن وتسارع إلى امتثال هذه الأحكام. ثم دليل من سورة الحديد على أن الخشوع شرط للاستفادة من منهج القرآن لتزكية النفس هي قول الله عز وجل من سورة الحديد: ألم يال للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذن نذكر ببعض القواعد مرة أخرى: أحكام النون الساكنة والتنوين، الإخفاء في أن تخشع من قبل، والإدغام، إدغام النون الساكنة والتنوين كثير منهم، والإظهار عند ستة حروف مجموعة في قولهم أو أوائل قولهم: أخي هاك علما حاز أو غير خاسر، مثاله نون منهم، نون منهم، منهم لا نقول منهم، لا نخفي لما نظهر منهم، أنعمت، والإقلاب قلب النون الساكنة والتنوين ميما مخفاة عند الباء في قول الله مثلا: من بعد، من بعد، تقلب النون الساكنة والتنوين ميما، باب باطنه، باب باطنه. ثم هذه أمثلتها في الآية. ثم لدينا أيضا هنا قاعدة أخرى أساسية، وهي قاعدة نقل أو تسهيل الهمز، تسهيل الهمز أو من أحكام الهمز النقل، بأن نقول حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها، كما في هذه، أي كما قال في قول الله عز وجل: فطال عليهم الأمد، فطال عليهم الأمد، فالأصل الأمد، جاءت اللام قبل الهمزة ساكنة، فنقلنا حركة الهمزة لها فصارت ألمد، ألمد، الأموال، الأولاد، الآخرة، دائما ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. إذن أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، بهذا نكون قد جئنا على أهم عناصر هذه الحصة الأولى من حصص الدعم، وفي طريقنا لحل مشكل هذه الوضعية التي طرحناها. وإلى الحصة الثانية بحول الله، دامت لكم السلامة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.